السلام عليكم. سنة سعيدة طيبة وصحية. ايوا عام 2020 ان شاء الله دخل اليوم، و نتمنى ان شاء الله تعاونوني شوية في هاد القناة. لا 2019 شوية واعرة عليا بزاف، كانوا محاصريني من جميع النواحي، و كنت انتم واش كنت انتم معاونينهم. المهم انا كان الهدف ديالي يعني الجول ديالي كان يعني كنت شوتي يعني تقريبا في 200 واحد، بغيت 200 واحد يكونوا الناس عاديين، ما بين عاديين ما احسن. عندي 274 274 من خريط، لكن انا كان بغيت 200 واحد، وكاين 200 واحد اللي عادي، ولكن على حسب لا تيليباتي ديالي انا دابا انا غادي نزيد شويه باش نعيق عليكم تقلقوا. تقريبا كاين 54 واحد هي اللي كاين، ما بين 54 و 60 هذا فيا وصل ل 200 واحد. 200 واحد على حسب هاد الارقام خص تقريبا تكون واحد 700 حتى 800 هذيك الساعة مزيان. انا ما بغيتش الناس بزاف، لان الناس بزاف غادي يبداو نقطع نقدر نقطع الكومنت، ما نجاوبش نقطع الكومنت. لو الا كنت غندير فيديو واحد في 20 يوم ولا شهر خلاص نجاوب. الوغ اليوم غنتكلم، غير غادي نزيد واحد لبعض واحد حيت الآية اللي ذكرت البارح ديال البارح تاع ديال هذا ديال سورة البقرة آية واحد آية 101 و102. أنا غير طرقت المصطلح ديال الزوج، ما يتعلمون منهما ما يفارقون به بين المرء وزوجه. مصطلح الزوج في القرآن بزاف يعني تعنيش الزوج يعني لي بوس يعني المرأة ولا الراجل، ما طرقش الحوايج القرآن غاية فيها واحد شوية ديال هذا. بغيت نزيد نكمل، ما نتكلم عليها إن شاء الله من بعد، بغيت نتكلم على السحر وكان نتكلم عليها دابا ديال نحاول نوضح هذيك ديال السحر وما انزل عن وما انزل على الملكين ببابي ناروت او ماروت. اوكي الايه نبداو من 101 ديال اهل الكتاب. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. الايه 102 تبدا دابا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هنا يعلمون الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الى اخر الايه. دابا هنا غادي نطرق ليها، نطرق على ديك وما السحر ديال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين كفروا، والله قال الشياطين وقال كفروا وجاءوا من بعد المرحلة الثالثة قال في الآية قال يعلمون الناس السحر. وما الواو العطف، وما واو العطف، وما ما الموصولة. اوكي واو العطف وما انزل يعني كتعني بالدارجه بالمغربيه نقولوا وما انزل واللي نزل على الملكين. علموا الناس السحر، علموهم السحور وعلموهم اللي نزل على الملكين ببابل. اوكي انا نوضح لكم مزيان داكشي ساهل. اوكي كاين واو العطف وما الموصوله. اوكي وما انزل ماشي ما النافيه، ما يمكنش تكون ما النافيه في هذه الايه الامبوسيبل. كيفاش النافيه؟ علاش غتكون النافيه؟ علاش
علاش ماشي مع النافيات، ماشي مع النافيات، يعني تقع قاعدة تتبع النافية. وما أنزل يعني علمهم السحر، وما أنزل وغير طرق علمهم السحر، وما ما يمكنش سياق الآية، أو ما يمكنش. وما أنزل عليهم، ما قالك لا علاش، حيت الملاكين ما خصناش نقولوا بأن نزل عليهم الملاكين، ما نزلش عليهم السحر. هذوك يعلمون الناس السحر وتعلمهم حاجة أخرى، هذيك حاجة أخرى، حيت السحر السحر نيجاتيف، شي حاجة نيجاتيف، ماشي ضروري تكون داك السحر اللي كنعرفو حنا. أي حاجة إيش كلمة إشمالية، من بعد نطرق لها، ماشي مشكل. مو حاجة نيجاتيف، حتى السحر الطلاسم راه نيجاتيف، نحسبوه طلاسم مثلا نيجاتيف، حيت شياطين هذاك تعبقت معاه، سا كونفيان، فهمتي؟ سا سو كونفيان، يعني كتكون مع الشياطين، مع السحر اه، ولكن مع الملكين وما أنزل على الملكين غتكون العكس ديال السحر، ولا شيئا غير السحر، سواء ملكين هما ملائكة كما كنعرفوا حنا، فهمتي؟ أو لا ملكين بشر عندهم ملائكية ديالهم بحال سيدنا يوسف، فهمتي؟ عندهم واحد المبادئ، عندهم، فهمتي؟ ألوغ هنا تتبان بأن هذه العكس، هذه هو ملي كتكون يعلمون الناس السحر وما أنزل، ولكن علاش؟ علاش هما ملي تيعلموا الناس، سمعوا مزيان دابا الكمالات الآية، غادي تزيد غتفسر داك الشيء، غادي تفسر داك الشيء اللي كنقول، غتزيد توضح. ملكين بباريس ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، دابا هذوك جوج هذوك الملكين، وما يعلمان مثنى، وما هذه ما، وما يعلمان هذه ما النافية، وما يعلمان، وما يعلمان من أحد حتى يقول مثنهما، هذوك الملائكة، يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اوكي، الفتنة ما هي؟ سلبية، ما هي؟ إيجابية. الفتنة بحال اللي قلتي واحد الامتحان، دابا الانسان ملي كيبغي يدوز امتحان راه ما تيقولوش ليه انت راه خسرتي الامتحان وانت خسرتي، ولا ها الامتحان انت راك فايز في الامتحان، تقول ها الامتحان راه فتنة، هذا يا اما تخسر يا اختار، يا اما تفوز في الامتحان، يا اما تنجح يا اما تسقط، اختو هما تيقولوا احنا ما فتنة عندك، اه انت راه غادي هادي وهادي، اه عندك هادي سلبية ودي ايجابية، عندك تبدا تلعب. هما أغلبية ديال الناس، أغلبية البشر تيبداو يلعبوا، تيبداو يشريو، فهمتي؟ أغلبية السحارة، أنا نعرف السحر هذا اللي تنعرف، أغلبية السحارة كانوا فقهاء، شنو؟ الفقهاء هذا هو، فهمتي؟ دابا هادي مجازيا، الآخر ديال الآية فيها المجازي، ولكن الأول لغويا تفهمها، تحتاج سميتو، فهمتو دابا كيفاش القضية؟ ولكن انا الاهم ديالي هو الانسان يخرج من داك المرء، ويعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الزوج ماشي لي بوس، ماشي المراه والراجل، خرجوا الله يجازيكم، التفسيرات ديال الجنسيه اللي كاينه في القران، حشموا على عاراتكم، حشموا راه هادشي، راه وليت هادشي، راه ما كاين حتى شي واحد ناض هضر على هاد القضيه، انا اول واحد انا نتهضرت عليه، راه غادي تشوكيكم شويه، سمحوا لي، راه غادي ما تقبلوهاش. خرجوا الله يجازيكم، المرء وزوجه، هذه المرأة الزوج راه ما تتعنيش لي بوس، وانا راه كاينين معاني اخرى نقدروا نهضروا، المجال مفتوح، التفسير راه مجال مفتوح فيه، ولكن خص غير نخرجوا من هذاك الركن ديال ان لي بوس وداك الشيء، نو لا، حتى الا خرجنا غنبداو نفهموا، غادي نلقاو خدينا الحرية نفسروا المعنى ديال الآية أو ديال المصطلحات، غنقدروا نمشيو بعيد، ما نبقاو محبوسين في هاد القضية ديال المرأة والراجل، راه المرأة والراجل، إلا كان هذا السحور هو ذاك السحور الطلاسيم، الإنسان إلا تسحر راه يقدر يمشي ليه في أي حاجة، المرأة ولا الراجل اللي تسحرات ولا تسحر، راه يقدر يجي في صحته، يجي في هذا، فهمتي؟ المرء وزوجه حتى هي، فهمتي؟ ولكن لا، هما مشاو لهاد القضية هادي، هما هذا باش يخليونا حنا متخلفين، نبقاو نفكرو غير في الجنس،
الجنس التفكيري راه ماشي الجنس يعني بدني الفيزيك. نو نو راه هنا هنا هذا هو اللي سميته. ويزيكم بخير. انا غادي عارفكم نتوما صعاب اللي فسر لكم هادشي، راه مخيخ عندكم في الدماغ وما بغيتوش نوض. صافي هذا هو الايام. بعد ان شاء الله نعاود نشرح لها، راه ماشي اللي كنقول انا ماشي هو كامل صحيح 100%. انا راه كنعاون باش الانسان يخرج من داك التفسيرات، دوك الديفوات اللي كاينين في التفسير ديال القران. انا تنوضحها لكم صافي. ما راه كاينين الناس يقدروا يجيو يشرحوا داك الشيء، ولا عنده شي تعقيب ولا كريتيكي وما عجبوش الحال، مرحبا به تفضل يقول هذا. ما يسبش من طبيعه الحال الانسان راه ينقاد وداك الشيء، ما كيسبش هو ولا هذا اللي بغى يقول اي حاجه مرحبا به، غير هو ما يجيبش ليا ما 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 يطرحش ما يجاوبش بشي حاجه اللي ما عندهاش علاقه باللي قلتها انا، ويجيب شي حاجه اللي قالها شي حد اخر وما فاهمهاش غاتي يهضر يفكر الى عجباته يعني تيقن من هذاك التفسير اللي قال داك العالم ولا الشخص اللي قالو هو مآمن به وتفضل ماشي مشكل، ولكن يكون فاهمه ماشي يجيب شي حاجه هي ما فاهمش حطها لي انا نبقى مضارب معاه. انا مضارب مع الخيال نتفاهموا حنا، العقل ديالنا كنتفاهم. انا قلت ها اللغه اش كتعني هذه اش كتعني هذه، وانت تتجيب ولا انت تجيبي فهمتي. كريتيك بالعكس، انا نبغي الانسان اللي كريتيك، انا ماشي اي واحد خصو يوافق لي على الراي ديالي، لا لا تفضلوا فهمتي. غير المهم ما تكريتيكينيش على شي حاجه انا ما قلتهاش فهمتي، حيت كاين شي واحد النوع ديال البشر تيديروا هاد القضيه، تيبداو يطلعوا السم، تيبدا يقول لك شي حاجه كريتيكي وخص هذا، وانت انت كاع ما هضرتي حتى مشى بعد لك على الموضوع. كيكون قاعد هادي كيكون لابد تكون واحد ولا جوج بحال هكا. الوغ ولا البقية تتم ديال الدردشة، كنحسبها الدردشة هادي فهمتي، و تتم ديال الدردشة اسمحوا لي تتم الدردشة. الدردشة غادي نتكلم شوية على التقمص، راكم عارفين هذا من المشكلة. راه مشكلة، راه خدت هاد المصطلح التقمص ما عجبنيش انا، راه باغي نلقى شي مصطلح، راني كنفكر نلقى شي مصطلح هذا ما عجبنيش. هذا العرب داروا لي بعض المرات يجيبوا لينا شي مصطلحات يعني باش تحبسوك. مصطلح خايب الوزن ديالو ما عجبنيش، تقمص باللونجلي وبالفرونسي غيانكارناسيون زوينه هادي ديال العرب. لا غنلقى ان شاء الله غادي نلقى انا سبيسياليست هادشي ديال. المهم هذا التقمص يعني بحال دابا واحد الظاهرة هي شوية صعيبة، هي غريب، هو غريب الشرح ديالو غريب بزاف، وغريب باش الإنسان يفهمو ويشرحو غريب بزاف. بحال دابا الإنسان كيكون تيعيش بعض الظروف في حياته، ودوك الظروف اللي كيعيشهم تيجي غرا تجي غريبه، كيقول كيفاش انا هادشي تيوقع ليا بزاف فهمتي. وهذا هو لا هو راه كيتعامل مع الحياه السابقه ديالو، هو مكونيكتي مع الحياه السابقه ديالو، ماشي هاد الحياه اللي هي لا هذا خيال هذا وهميه. الحياه السابقه كنت تعيش في هاد الحياه، تخدم تتزوج ولاد نو، وكاين داكشي اللي كيشوفو بحال قلتي مرايه ديال داكشي ديال الحياه السابقه ديالو بحال الله العظيم. وهادشي اللي كيعيشو هو في هاد الحياه اللي هي كاينه دابا غادي يتعامل معاه في الحياه اللي جايه الى رجع. يعني راه بعض المرات كاينين بعض الاشخاص بساكن اللي ما تيعرفوش هادشي، وانا كنبغيت نعاون بغيت بسيكولوج، وانا كنفكر كاش بسيكولوج يدخلوا لعندي يستافدوا بدون تكبر، يعاونوا الناس بزاف يعاونوهم انا بسبب الله. كنا يدخلوا عندي كذاب، انا ما عندي دابا، انا تيجيو عندي كذابه بزاف، حياتي كامله انا عايش مع كذاب، انا كلشي ما تيعي ولفت انا فهمتي. يعني كون يجوا عندي الناس بحال دابا يدخلوا عندي نعاونهم، نعاونو اللي عنده نعاونو، نعاونو بيس اوف كيك. يعني الانسان راه كاين اللي ما تيفهمش مسكين، راه كيقدر ينتحر شحال واحد انتحر ما فهمش التقمص، كون كان فاهم التقمص فاهم غير شويه فيها 20% ما ينتحرش.
قدر لان قدر يكون كان فات انتحر ورجع وما فهمش تقموش عاود دار لا ميم شوز نفس الخطا. ويقدر عاوتاني يكون العمل الحياه الجايه ينتحر. وعلى ما انا على ما سمعت على ما سمعت الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء العرب نساهم العرب 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 صمت لهم كاملين ما يعرفوش هاد الشيء وما يفهموش شيء معمول يفهموا فيه العقليه ديالهم ماشي حتى التفسير ديال الدين حتى العقليه ديالهم لان كينقلوا العرب نقاله العرب ما تيبغيش يخدم عقله العرب ديما ينقل والعرب عنده اوروبي ولا غربي شي حاجه الا كذب عليه ياخذ من عنده ما يقولش لا مزيان نسمع ونستافد ما امنش داك الشيء ما دخلش ديال دماغي ما ناخذوش ياخذوا حيت الاخر غربي سميت ما تعنيش ان ما تاخذش من عند الغرب تاخذ الصحيح ماشي صحيح حنا كناخذوا ها الكذوب هادشي اللي عند العرب دابا اللي تيروجوا راه الكذوب الغميق الصح بحال هادشي راه ما يعرفوش ليه. المهم يعني الانسان يعني اللي كيكون مثلا الانسان اللي كيكون هذا ملي كيكون تقمص كيمشي وكيرجع هما على ما سمعت انا في الناس اللي تيفهموا في هادشي بزاف تيقول لك يعني سي هذا هو الاخر السيكل ديال التقمص ما يبقاش صافي بحال قلتي اخر الزمان ديال التقمص انا ما نضش انا ما نضش التقمص ماشي الا في حالات كتكون واحد لو سيكل اللي كنعشناه واحد لو سيكل وغيتبدل السيكل اخر ولكن حتى هو غيكون فيه التقمص حتى هو غيكون فيه التقمص بواحد الطريقه اخرى لكن انا ما نضنش ولكن هما لما تيقولوا فهمتوا وانا غادي ندير علامات الساعه الكبرى انا ندير واحد نعطي الادله ديال الساعه السماء الكبرى كلها خرجت كلها كاينه وداك الشيء كتسناو يعني شي حاجه الدخان وداك التخربيق كلشي هو كلشي حاضر كلشي عايشين ودابا العالم الساعه كلها عاديه ماشي شي حاجه اللي غادي يقولك عاد بيبنا بيجري ولا لا كتب هذا الشيء كلشي اللي كنعيشوه دابا هو شفنا كله يعني ناكل ندير ان شاء الله شي حلقه عليها ولا يعني التقمص راه كتكون يا ناس كارواح يعني بعض المرات كيكون مثلا كيكون مثلا بحال الله داخل هو في كل شيء التقمص داخل في كل شيء راه بحال خطا داخل في كل شيء تكون مثلا عائله مثلا تكون عائله عائلة مثلا أبو الراجل الراجل والمرأة ولدو ولدو ولاد ولدو مثلا أربعة ولدو جوج بنات وجوج ولاد هما ستة أوكي كتقدر تكون الأم ولادها دوك ثلاثة ولا دوك الربعة كاع كيقدر يكونوا غير ثلاثة غير جوج ولا بربعة كاملين ماشي ولادها في الحياة السابقة أوكي نديرو حنا واحد الفرضية أخرى نقولو مثلا المرأة والراجل أهم حاجة هي المرأة في هاد مسألة التقمص المرأة مهمة بزاف غنشرح لكم علاش من بعد تكون عندها جوج ولاد وجوج بنات أوكي كتكون هذيك المرأة الحياة السابقة مثلا عندها غير بنت هي اللي بنتها في الحياة السابقة هادوك الثلاثة جوج ولاد والبنت ماشي بناتها في الحياه السابقه هما بطبيعه الحال بناتها دابا اوكي سمعوا لي مزيان هذا غير مثال من الامثله كيكونوا هذوك الثلاثه ماشي ضروري غادي يكونوا يعطيوها الهارد تايم يسخسخوها كما نقولوا بالدارجه يعذبوها لا كيقدر يجي واحد في هذوك الثلاثه يعذبوها كما كنقولوا حنا مسخوط او لا مسخوطه كتكون ماشي بنتها في الحياه اي واحد والد مسخوط ولا مسخوطه ماشي ولدها ولا ماشي بنتها في الحياة السابقة أو لا الراجل اللي كان مسخوط مع الولد ولا البنت كانت مسخوطة ولا كان مسخوط مع باه هذاك الأب هذوك الولاد هذوك الجوج ولا ساخيط ماشي ولد ذاك الراجل في الحياة السابقة تفهمنا فهمتوا واش مسخوط كتعني غادي ندخل معاكم مسخوط والمرضيش تعني ماشي هي حتى هي اللي شرحوها لينا الوغ يعني اللي كيكون اللي كيكون ما تيعنيش ان ماشي بحال دابا الا مراه الا ولدت شي حد ولا شي وحده وما كانش هذيك الولدات ما كانش في الحياه ديالها
بنتها ولا في حياه الصالح على الروح ديالها. حياه الصالح ما كانش بنتها ما تعنيش انها تكون خايبه معاها، لا تقدر تكون مزيانه. اوكي تقدر تكون مزيانه ويكون الولد مزيان معاه، ولكن اللي كيكون خايب مع الوالدين ديالو راه ما واش ماشي ولدهم في حياه سابقه. هذه قاعده خذوها من عندي سنسيني لكم عليها، وخليتكم هنا ما نطولش، قلت معلومات مهمه. وسنه سعيده طيبه، وما بغيتش نبقى نتطرق شويه لهذا الميدان ديال الصحه والطبخ وداك الشيء، لان بانوا لي الناس ما فاهمين والو، كنضيع وقتي وضيع الفلوس وداك الشيء. نقول نصائح اللي عنده شي مرض عادي يطرحوا عليا نقول ليه. ورأيي الصيام والجوع هو احسن دواء كاين هو الجوع. نصيحه من عندي، الجوع 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 الجوع. بغيتي تجري على دوك الخلايا السرطانيه اعطيهم الجوع. كاين السكر، ريجيم ديال السكر والجوع، ريجيم السكر، ريجيم ديال شي واحد فيه السكر ما كياخذش دواء والجوع تبرام لك من الصحيح. ما كاين لا كيموثيرابي لا والو، ها السحر هذاك. انا ما كناخذش، انا ديابيتيك ما كناخذ، ديابيتيك تايب 2 ما كناخذش، عمري خديت 8 سنين يعني خديت دواء السكر. كنغش كنغش بزاف، ولكن كون ماكش كنغش نكون حسن ان شاء الله. نتمنى الخير يكون انسان 2020 يبرا. المغرب سيتو نتوما مغاربه عندكم دواء غالي وعندكم ميزانيه ديال الدراري المدرسه، علاش تمرضوا؟ علاش تاكلوا كل داك ما كنبقى ساهل عندكم داكشي. انا الشعير هنا عندنا شريت واحد السيد صاحبي وراني الشعير، انا كنشري الشعير مقشر، نشري رخيص شويه شي بديك 300 ريال نص كيلو و 600 ريال الكيلو. وهذاك اللي الشعير اللي بحال اللي كيعطيو الماشيه في المغرب ها شريته ب او ما كنلقاه كاع ما كاين كاع. هو واحد صاحبي وراه لي قال لي كاين داك ها هو التونانينا يعني 3 دولار 3 دولار رابعه بحال قلتي 3 6 12 12 فرانك 12 دولار الكيلو. الشعير ما هذا ما مقشر ما والو، محيدينو من السبوله وحاطينو نقينو غاسلينو حاطينو في الميرات 2200 ريال الشعير. او مزيان دير بيه القهوه، غادي راه تحرقو في الفران دير بيه القهوه، احسن قهوه احسن من القهوه كتقاتلو عليها نتوما غاليه. هذا ديرو في الفران طحنو ديرو بوحدو مع شي حاجه د العطريه، هذا احسن من القهوه اللي كنتوما كت. وعلاش شي مغربي ما علاش شي مغربي ولا مغربيه ما تحش شي واحد اول واحد يحل القهوه ديال الشعير؟ ما راضيينش ما كتبغوش نتوما، ديما خاصكم تجيبوا شي حاجه ديال البراني. المغاربه نتوما كتعبدوا البراني كيما بغى يكون، البراني خايب كتعبدوه تحتارموا احترام البراني، ولكن نتوما ما كتبغوش نتوما ديروا شي حاجه لريوسكم، كتحقروا ريوسكم، العبوديه عندكم في الدم. العبوديه راه ماشي شي واحد يعبدك، انت اللي كتكون حتى تفك العبوديه عندك في الدم ديالك، ماشي حد يعبدك. كذوب هذيك سحر، اش واحد يحكر عليك وداك الشيء راه تيبزز عليك. ما انت راه ما تبقى ديما انت النفس ديالك فوق، واش تكون عبدتي شي حد؟ عبد المفاهيم وبالعقل ماشي بالفلوس ولا الماديه. مازالش انا على داك الوضع. ان شاء الله خليتكم على خير، وشكرا على الاستماع، وسنه طيبه وصحيه. بيانتو، السلام عليكم، شكرا.